غير اكاجو فيها كاو كاو فيها داكشي، كنت حاطه حدايا هنا. طلع الوالد على غفله قال لي واش هذا معجون؟ قلت لي لا ماشي معجون، قلت لي ما كناكلش معجون، قلت لي راه تخليطه. شكون هذا اللي كيكلاكسوني؟ شكون هذا اللي كيكلاكسوني ومصدعني؟ محرتها من لينطون هذا، محرتها من لينطون. أما مخ الباب أنا راه مدايرش باب، راه مدايرش باب، داير هذا، مكاينش باب أنا، شيل الشي هذا، أجي دخل، أجي دخل. سمعتوا الدراري؟ قلت لكم حاط حاط حدايا هادي في الأكاجو وفيها كاو كاو وفيها داكشي، طلع الوالد قال لك معجون، قلت لي لا والله ما معجون، قلت لي راه غا شوية الأكاجو وشوية اللوز قبيلة فاش قطعت اللايف. قال لي لا معجون، قلت لي دوق. صاحبو ما غايدوقش. قلت لي دوق، راه هو راه أكاجو صاحبي هو شي معلقة، ضاق ضرب واحد المعلقة كبيرة، قلت لي لا راه الأكاجو غالي، قلت لي قسم. اكاجو جابني داكشي مشى تزقنت من الموت اصاحبي والله حتى تزقنت كون لقى معجون ناري يا جاب الله خويا قطعت المعجون خمس سنين هادي وليت كناكل اللوز والاكاجو الحمد لله كنت عمركم باقي غتشوفوني داير لايف ولا شي حاجه عرفتي شناهي يطلع ويلقاك تاكل المعجون في السطح هو السطح بانيه وفلوس وكذا وتجيك تاكل فيه المعجون وتجبد ليه مشاكل الحمد لله والصباح راه كان يمشي ليا الكونت الدراري الا كانت ما اخباركمش الصباح كان يمشي ليا الكونت الكونت مشى الكونت الصباح بح من 3 ديال الصباح ودقيقه حتى 9:45 ديال الصباح الكونت كان مشى كان مشى الكونت كان مشى صافي باي باي الكونت باي باي وقت مع ديك 9:30 كنت في ريبي تويتر هو داك فيسبوك هو داك الواتساب هو داك حيت كل صباح كنفيق كندور على التليفون داكشي واش هو داك كاع الابليكاسيون واش هو داك وصلت الانستغرام كيطلعوا ليا اوغيل واش انا كنقول لهم الدراري كنقول لهم الضحك لا كنعاود نكتب كنقول لهم اوغيل ويبدا يدور ليا في بالي بانهم راه داو ليا الكونت حيت شي وحدين ناضوا هدوني قال لك الا تنديو لك الكونت نتوما خويا كون كنتو انيموس وكون كنتو كمبيوتر كيما نتوما كتصاحبوا كركوم وكتلوحوا اغاني ديال بوز فلو وكديروا داك الجوكر اش من واش عمركم شفتوا شي هاكر شي انيموس مغربي شفر شي بنكه في اسرائيل ترى الجزائر صبوا راه مكلخين راه هو واحد الهاكر ديالهم شفر بنكه قلت لك شفر لها 100 مليار في اسرائيل وعطاها لفلسطين شنو البطوله كيدير حتى جاي باغي تشفر ليا انا كونت باغي تشفر لصالي كول كونت حتى سير هو تلقى حبس فرض الكارت فيزا حتى سير شفر الكارت فيزا ديال الناس المليارديره ديال طه ايسو سير تشيري بها وسير خرج بها فلوس حتى جاي حاضر ليا كرينا ما كاينش انيموس ما كاينينش في المغرب انتوما كتكتبوا انيموس وكتبقاو ديروا شي الا كنتو نتوما انيموس يلاه ديروا هاد الفيديو هاد السكرين ديال نتوما ما كاينينش وديو ليا الكونت وديروا ديك الاغنيه ديال هذاك الشيء ديال هذاك الشيء عرفتوا داك الشيء ديال الاشهاده وداك الشيء اللي كديروا يلاه ديروا دير والله ما نطلع لامك فين ساكن انا راه عارف سميتك راه عارف سميتك انا راه ما نطلع لامك فين ساكن وندخل امك ديك جوج بيسيات اللي ما ساويش 7000 درهم بجوج ربحهم لامك على راسك انا راه ماشي الياس وها هو الكونت يمشي ها الكونت يمشي ولا ما نطلع نقص نقص جمك بشي خيط ديال سامسونج نقص جمك بين قلت لك راني ماشي الياس راه انا دابا ومعصب عرفتي الا مشى ليا الكونت راه روينه راه غنمشي نجيب 5 كيلو ديال الكفته غنقليها غناكلها غيطلع لي الزيت الراس غنبداها من هنا نسالي امك ثلاثه الصباليون عند واحد خونا راه تا هو امك تبيع الربيع وكنت كذاب وكنكذب كما كتقولوا نوع علاش انا نقول لكم الربيع اذا انا ما كذابش في ما نقول لكم الليمون في ما نقول لكم كاين انا ما كذابش بجوج امواتهم كيبيعوا الربيع اتحدوا ولاد القحاب الربيعات اتحدوا وجاو وقال لك بغينا يطيروا لي ياس الكونت اش غنطير الكونت واش كتصاحبوني شي الفولور سيري الفولورز انا واش كتصاحبوني انا وين زاولة ولا ما نشري فولورز ولا غادي ترى ما مسوقش انت راه ما عارفش شحال من كاع عندي راه تشوف واحد الفيديو غيخرج غدا ديال واحد الدراري صغار ولاد مراكش كانوا مع والديهم وجاو كيدويو معايا وانا كنت لابس الشورت ديال ميسي وواحد السليب خفيف وصنيديله عرفتي كيفاش كندوي معاهم وما عارفش انا راه انا كنقول لهم اه جيت وكنقول لهم غدا سيروا لابلاج غتلقاوني تما غنمشيو غنلعبو دراري صغار وعاطين اهميه انا ماشي انا فهمتي ما مسوقش ليونيل ميسي كندوي مع الناس كان شي مرة كتبان ليا غادا كنقطعها وفيا ما نقطعهاش انا قطعتها اسطورة ما قطعتهاش اسطورة ولكن كنسى انا كنمشي كنقطعها كنمشي كنصدق كنمشي كنوقف في الزنقة كناكل كسكسو بالجوامع
كتلهفوا على هادشي وقلبكم صغير راه غنضرب شي ولد القحبه هنا غنكولي الزمن بو غتنفسوا غتخنقوا ريسبيري يا صاحبي ريسبيري مزيان وعيش راه الحياه ماشي فلوس راه والله حتى الحياه ماشي فلوس راه واخا يكون عندك فلوس ويكون فيك الاكتئاب راه ما ساويه والو هاد الحياه اصاحبي نتوما جريو ورا شي حاجه اللي زوينه نتوما جريو ورا التاريخ انا دابا مخلي صبكم وانا غادي قاص التاريخ نتوما غادي كتجريو هنا انا غادي كنجري هنا غادي كنجري بديت كنجري فرحات عرفتي داك فرحات هذاك البريطاني غادي كنجريها والريتم عندي ما كنبينش لك راني غادي طالع شوف الدراري غنقداوي دابا قوه الهضره غير خاويه وما كاينلاش انا المقداوي جاي كنجري جريه ديال فرح هذاك احمد فرح عرفتي داك البريطاني اللي من اصول صوماليه ما كنبينش لك انا راني ولكن جاي بريتم عالي جاي كنخطو نفس الريتم من نهار بديت حتى دابا جاي كندير بحالك ماشي لا جاي باش تعرفوا نتوما النيفو عندكم طايح جاي غير امارش وجاي وسبقتكم كندوز على كستابير يا هو جاي كندوز عليه هشام ملولي حق في الحبس وجاي شكون شي ولد القحبه هذا بلا ما نسمي جاي شكون هبت فودكا جوا شي قحبه انت جاي شوف ريتم واحد ماشي شكون كنت دعاو ملهوف ولا ما مسوقش للفلوس ما مسوق لتا حاجه راه مت 2014 ودفنت راسي وبكيت الله دابا هو غيبدا يقول لك ايدياس داوي غيبدا يقول لك ودفنت راسي وبكيت مع السد العشيه وطلعت صاحبي بكفن من المقبره دفنت راسي في 2014 وطلعت بهذا الروح هذه راه روح شريره فيا هذه تصاحبوني انا ماشي انا اللي كندوي راه الصباح فاش كنشوف اللايف ديالي كنقول شكون هذا وكنمشي لتيك توك نبقى نشوف فيديوهات ديال تيك توك ما على باليش بهادشي راه حتى داك الكرسي ديال الجيمر اللي شريته البارح ب 7000 درهم بارك لي عليه الخوادري هرس تما قلت لي واش انا هذا باقي ما باركش عليه وانت جاي بارك عليه وهز لك وانا نهرس موت ردخته زعما ماشي باغي شي حاجه ولا حتى الكتبه راه طلعت ما تعوج الدور سالات علاش كنقول لكم الله يحفظكم وكنترجاكم وكنعاود نطلبكم هادو اللي مضاربين معايا دابا ما يحاولش شي واحد يجي عندي يشوفني شي نهار في شي قهوه ولا يشوفني في شي اداره ولا ويجي عندي ويسحب راه ما كاين والو ويوقف ما يحاولش شي واحد يدير انت راه انا راه ماشي هو انا فهمتي راه غادي نولي ضاربك غنولي بشي حوايج خايبين واحد قبيله دويت انا وياه فوكالات مرحبا دويت معاه قال لي الياس خاصك تولي تدخل فلوس انا نوريكم اش دار بيناتنا باش تعرفوني انا ما كنكذبش لا ما كاينش كونيكسيون والله ما كاين كونيكسيون قال لي الياس ترا كتخربق خاصك تولي تدخل فلوس فين هو النابيري فينا ولد باب الله مين ولد باب الله واه نكتب ولد باب الله بحال اللي غيدخل شي اداره امريكيه هو باقي ما وصلش الاوراق في امريكا ولد باب الله ولد باب الله هذا والله حتى ولد باب الله واعر هذا ولد باب الله غنولي نديرها حتى بلا بيرة نكتبها كما تشوف الدراري دويت مع مرحبا مرحبا جوي مرحبا باب جوي مرحبا الدري اللي كيدير فلوغات دوينا قال لي الياس خاصك تولي دير يوتيوب مرحبا دابا هو مغسلوا ليه مخو بان الفلوس راه كاينه في يوتيوب مش فاهم شو بحال دابا مرحبا كيسحب بان الفلوس كاينه في يوتيوب وما عارفش بان راه كاين فلوس انغامي في بلاتفورم بحال دابا المورفين عرفتي شحال دخل في هاد الكالا اللي باع عرفتي شحال دخل 35 مليون 35 مليون اللي دخل في هاد الكالا والتيشيرتات وهادشي انا خويا قلت له دير لي ستريم بواحد لابليكاسيون سميتها تويتش قال لي شنو هي شرحت ليه قال لي بغيت نسال لك قلت له يلاه شديت اشاره ب 7000 درهم قال لي انا راه يوميا كندخل فلوس سمعوا قال لي انا راه كل نهار كندخل فلوس سمعوا ودويت معاه كنت حنين وانا نقول له اذا جيتي جديده مرحبا بك جيب بوحدك واخا انا باقي قلتها ليه قبيله دابا راه دارت ليا البوصله راه غيجي عاوتاني روينه غتنوض والله ما فيا الرحمه الله يلقى ليا راه غدار صاحبي راه خيب راه واحد الحقد راه والله يا صبك تندفنك حتى واحد ما يجي عندي وخليه هادشي في الانترنت وحجوركم يشدوكم سيروا كامل بغيتو تعبروا
طلعتوا في الميزان باقي ما وافينش، سيروا عاودوا عاوتاني اجيو عندو تيستي، وراك طلعت مره مره تيست، مره مره كندير تيست تيستي واجيو تيستي شوفوا واش عندكم مؤهلات وسيروا القحاب. ثم هنيونا ولاد القحاب باقي تما ديمارين الكيمياء، ثم هنيونا ولاد القحاب خلونا ديمارين حتى حنا باقي تما طلعنا باقي ما درنا والو، باقي ما درت شوكيس، باقي ما مشيت الراديو، باقي حد دابا بزاف بنادم غيبدا يضحك عليك يقول لك انت باغي دير طياره خاصه، انت راه المغرب هذا بنادم مال امريكان ودير فيها طياره خاصه، هذا راه المغرب عيرك ار ارن ارن قرن زمار. شكون هذا خو؟ شكون هذا اللي عيرني؟ شكون هذا خويا؟ شنو سميتو هذا؟ دوي اوديو دوي اوديو ارن، كتعرفوا الدراري ارن هذا؟ شو الكلب شو الكلب شو الكلب شو الكلب كيتلحس قبيله في لا بيسين؟ شوف شو الكلب كيتلحس قبيله في لا بيسين؟ شو تلحس؟ شو هذا سيدي داك الدري ود والتازة الدري اللي بحال شي قحبة مراكشية ما كيبركش في مراكش، والتازة ما كيبركش في تازة، قحبين تلاصليص ها هو في طنجة ها هو فين ما مشى كياكل اللي جابوا ليه كيلبس اللي عطاوه، سيد ما عايش الحرية، الحرية اللي حنا حيدنا عليها القيادة صافي مينوط ديال الحياة فردك تمو باغي نخرج للحرية، واحد غادي باقي عبد والله حتى راك عبد، راه ماشي حاقد عليك ولا بيناتنا شي حاجة، ولكن اخويا الدري والتازة والله ترك عيش حياة ديال العبد، هذاك خونا شريك شريك اصاحبي كيديك كتغسل ليه اليخت كتمشي تجيب ليه المازوط، عرفتي ديك النهار كان غادي في الصحراء بكوادرة تمدي خونا تقاد عليه المازوط ديال الطرفايا، هو يمشي هو الدري البوزيقة هو يمشي تان دخل طنطان مشي علاش لي اوتوستوب يومين هو غير جاب ليه مشي سيرنا ديال المازوط وجاب، قلت شنو انا عبد اصاحبي واش تمني هما كياكلوا كروفيت في اليخت وانت كيخليو لك شويه خلي الفلوس ومخلي امك باقا خدامه في العرس، واش غتقول عاوتاني الياس كيخربق الياس حق ناقشوا اخو شي بنت انت خدام كتدخل واحد 7000 درهم ولا 5000 درهم من الانترنت وتخلي امك خدامه في العرس، حتى كان ما عندكش هانيه ام مغربيه كذا، ولكن انت النفس حنا ماشي على امك خدامه خدمه خايبه ديك الخدمه راه زوينه، ولكن انت اللي ود القحبه انت اللي علاش تخلي امك تضرب تماره في العلاس، وعلاش تخلي امك فادي حتى بغا تصيف وباغي كنعيش احسن صيف، هادوك حاقدين عليا حاقدين لك عود القحبه، راه احدى بنوتردام ما كيشوفش احدى بغيالو كيشوف احدى بنوتردام ديال الاخر، انا نترجم لك بالمغربيه، الجمل ما كيشوفش حدا بتو كيشوف احدى بالجمل الاخر، هادشي اللي طاريك انت شوف حدا بتك تتلفت عود القحبه لحياتك، حتى شوف تتلفت شويه لحياتك حتى صحصح تفيق صاحبي تلفت حياتك وشوف كدير، راه غادي انت كتلصلص اصاحبي، راه غادي انت صاحبي كتطلب كتسعى انت طلاب بحال صوفيا شرف فلوطين كتعوم انت جاي طالع ليه من تحت الماء ود القحبه ديناصور طاقيني هي دير سطور هي تطلع له قال لها طاقيني طاقيني ولو حير اش كيش عاود القحبه خرج لها طاي طاي ماشي هكا، راه تجمعوا راه شوف عمركم ما تنساو 8 استغفر الله عمركم ما تنساو 7 شهر 8/2022 فيما غتنساو التاريخ غنذكركم به، فيما غتنساو التاريخ غنذكركم به، هذا التاريخ هذا اللي تجمعوا به اكثر من 8 ديال الانفلونسور المغاربه اجيو، حنا واخا كنتضاربوا وكنتعايروا مع بعضياتنا حنا راه بيناتنا خاصنا نحافظوا على بعضياتنا، راه داخل لينا واحد سميتو الياس نجي نتحدوا واجي نطيحوا، عمركم ما تنساو التاريخ، وهذا الياس مسكين غير فلاح امريكي في الضواحي ديال المدن فهمتي عايش غير بوحدو في واحد القريه ديالو كيجيب الكيف كيقردو كيصاوب معجون في الليل كيتمعجن، اجيو نحيدو راه بدا كيسيطر على بنادم راه ولا كيطلع 10 كا في اللايف راه ولا كيدير بزاف د الحوايج راه ولا كيضحك فينا بنادم ولا كيدخل فلوس بنبيت، اما الناس 8 بدا بالواحد بالواحد بهم بدا كيطيح
دوك يتلاشيو، علاش كنقول لكم انا راه صعيب هادشي، راه صعيب تقاوم اصاحبي، حتى كتسحب سحابه وديزه راه جا فيها ديال 5 سنين هو هاد القحبه هذا كنشوف فيه انا كتسحب انت عجاج ومتعير انا وياه غير انساني، راه اضرار جانبيه هو هاد القحبه كثار من اللي خلات هذيك ياكوهاما اللي ضربت من اليابان، راه كنخلينا اضرار كثار من هذيك، راه فين ما غادي تبقى كذا غادي نعايرك غنجبدك غنوينه غنتلاقى معاك غنضربك صافي لوينه، دونتي انت دابا ما بقيتيش عايش حياه الطبيعي، روينا الدراري طابير روينا انتوما ما كت بحال اللي ما كتردوش بال، بحال اللي باقيين كتلفوا، بحال اللي ما عرفتش، بحال اللي باغيين غير الضحكوا، بحال اللي وليتوا كتتاملوا، ما عرفتش نتوما بحال هاد الناس كيفاش كيعجبوكم، ما عرفتش انا بحال دابا داك الصابير كيطلق لايف في تويتش كيدير لهم ديك الكوميديا اللي كان كيدير السي مظاهر كان كيديرها بنيبه كيبقى يضحكوا بالعصا، فهمتي دابا السي مظاهر وصحابو اللي لاباس عليهم الحاج وصحابو كيضحكوا على نيبه ونيبه كيتعصب وهما بعصب نيبه كيضحكوا بحال اللي فونطازم، فهمت اخويا صابين راك غير فونطازم عند واحد الناس كيبغيوك تعصب باش تضحكوا بحال بدا حمد، فهمتي بحال بزاف واحد الكوميديا اللي خايبه ديال هذاك التركي القصيوار، فهمتي انا كنتعصب دمي كيتحرق بحال صوصو، انا كنتعصب وواحد كيضحك علي، ماشي كوميديا غير ديموضات يا ناس ديموضات تحيدك يا صاحبي، فهمتوا حل سهل قال لك فهمني شنو كيسميوها البونطازم، وي بونطازم سميتها بونطازم هاد اللعيبه اللي كطرا بونطازم، كتكون مثلا انت عندك واحد البونطازم ديال كتشوف واحد كيتعدى بعدا كتضحك الدريه كتهرها فودكا ولد باب الله، تسمى فودكا ولد باب الله واش عرفتي فودكا بمعنى تناسب راه تناسب مع موت ولف بوز، موت ولف بوز يتناسب معاها فودكا، عرفتي شنو عرفتي موت فوندو ولف بوز عرفتي كي دايره، بلاتي نوريك موت ولف بوز كي دايره باش انت ما تبقاش تخلط، اجي نوريك موت ولف بوز كي دايره، اجي اولي اجي داير ابوني هذوك صحابي عندهم فرماسيان هذاك البطه ايسو قلت له بوت ادم حمريطا غادي تشوف ولف بوز حنا خيار منهم هما الله كماس والهما وعلى دعوتنا سير تمحق موليه سيري ايه حنا خير منهم هما طوف والله يسعى طوف والله تعزيز عليا والله يسهل عليك فاش شتي ميريكان الله يسهل عليك، شو 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 زعما انا راه طويل زعما راه ما كنتقلقش فهمتي زعما راه عادي زعما والله تكون مين يا ربي يا ربي تسهل عليا يا ربي تسهل عليا واوج الكلب واوج الكي ما بغاش يطلع هو شو مشي هو الدراري مشي هو مشي هو مشي هو ما يقدرش يطلع صح والله ما يقدر يطلع واش عاد شنو غطلع اطلع عندي انا اطلع عندي انا واش عاد دابا نتوما عارفكم نتوما تشوفوني انسان اليف بحالي بحالكم كتفرجوا فيا ما على بالكمش ولكن عرفتي بالنسبه للخصم ديالي يطلع معايا في لايف راه كتحط رجل هنا على الهبوط ورجل الاخرى حتى هي غتهبط بلا ما ود القحبه تبغي تحطها زعما على الصعود ولا والله يمك تهابطين بجوج وغتهبط غطيح عرفتي يطلع في بوشين كاع مغبروا براش بسبابي
اخ واش بيك وشي فاش كنطلعت معاه في اللايف وقلت لي راه قال لي زعما انا الاكتئاب وكذا، وانا نقول لي انا راه وصلت لواحد النيفو الاخر. قال لي شنو؟ قلت ليه راه لا متي باي باي الحياه، اللون ديالو هو تبدل. الصباح فاق مشى على الطبيب قال لي وما من وقت بركتي؟ قال لي واش بغيتي مع شي فيلسوف؟ قال لي شكون اللي قال لك هذه الهضره؟ واش قال لي واش في شي فيلسوف ولا منين شتيها؟ قال لي واحد الدري كيدير لايفات جا تفرج فيا الطبيب النفساني ديالو حتى هو تصبط وفي كوشين دابا راه صافي ساله. كيقول لي الموت شو موبيدي، كيقول لي جي سجل في دي بي اف جي عندي. اش كيقول ليه الدري في كوشين؟ اش كيقول لي؟ كيقول لي راه لمت باي باي الحياه واخا ندير اللي درت لحتو الهويه. نقدر انا ما جاناش دراري اللي قارزين مورفين، علاش عطل على الناس ديالو؟ علاش عطل عليهم ملك السيديه؟ راه غير حنت غبرو براش بسبابي، راه غير حنت انا راه تاول عبدي في مخو. حنت هاد السؤال اللي كطرحو على بنادم راه خايب بزاف. اش كتقول لينا متي باي باي الحياه؟ راه يقدر صافي اللون هذاك راه اصلا اللون عند كاين شي وحدين انا هز عليهم الضريبه الدراري. حنت انا بحال الضريبه، لا ما احترمتينيش وما طعتينيش، لا ما طعتينيش وما ما 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 احترمتينيش كتنزل عليك واحد الضريبه. كملت يا كوبنهاغن صافي. واي خويا واي صاحبي شكون كيغوت؟ شكون او واش غوت هو الدراري؟ الدراري ولا الدربه الدراري عبد الله والدراري ولا عاود شي دراري اخرين حيت كيديرونجيوني دابا الدراري اللي كيجيو كي فهمتي كيعيطوا كيهربوا كيديرونجيوني بزاف. انت ما خايف من والو؟ انت كيفاش خايف؟ ياك انت هو ياك انت هو انا طلعت اول افو كونت الدراري راه ماشي هو راه افو كونت. ها انت شوف راه كيحوي فيه ود خير. شوف سير هو تحوس سير هو سير هو دا صامي ديك التصارة صامي ديك التمقلي على الدراري الصغار سير هو صامي البسالة ماشي هو راه والله ما يقدر يطلع عصر راه تي طلع راه مباشره معايا حتى حاجه ما حابسانا فهمتي انا ويا الراس في الراس واخا يبغي يبين لكم راه غنطلع والله ما يقدر يطلع. ومرحبا الدراري الله يسهل عليه مرحبا ما بقيتش غنجبدو ما بقيتش غندوي عليه فهمتي. ما دابا كاين بلان واحد هو غادي نغبر تيخرج هشام من الاول. انت انا واخا سالي دابا الانستغرام وبغيك حتى واحد اللي يقدر عليا انا صحيح والله اللي بغاني نكون صحيح والله اللي بغاني نكون فكا فهمتي مني السطح مخي بشكل فهمتي. دابا غنخبر اش ما بقى حتى واحد اللي نلعبو معاه غنخبر تيخرج هشام من اللوري ان شاء الله. من يخرج هشام من اللوري علاش غادي نرجع ندير لايف وغادي نضارب انا وياه؟ انت بالنسبه انت لا كنتي انفلونسر وانت ما دارتيش مع هشام بلولي والله يا خويا ما انت الف اليونس ضروري خاصك دار مع هشام بلولي. هشام بلولي هو الكونسيبت، هشام بلولي هو المقوم. غنشوف الشاب الارضي، الشاب الارضي صيفط لي يا ولدي الله يرضي عليك صيفط لي صيفط لي ما كاينش. صيفط صيفط جوبي بيت الحمر كعيطو. لا ها هو قال هذا الشاب العربي ناري فين بارك ناري عالم اخر ناري عالم اخر الياس ناري عالم اخر الياس رجل انا عارف ولا لا عارف تبين لي وعلى عالم عالم واش خوار عالم جاني بوك فين اخويا الياس ثاني وتوحشك اخويا الشاب العربي والله انا اللي بعت نطلع مع مع الحريم بس انت ما كنتيش اخويا الياس عاد نسافك كونيكسيو عندك مجهده بزاف كونيكسيو عندك شويه ثقيله دابا تسمعني مزيان دابا مزيان دابا مزيان دابا سي الياس ثاني ما تجيش عندي جديده انت جاي ندير الخناق
غنجي نخندق فيها؟ تاش غنجي ندير فيها يا صاحبي فيها حتى فندق؟ واش غنجي ندير فيها؟ بعيدة عليا. غنجي نصيفط لك الدري يجيبك. صيفط لي الدوية بعد، علاش نصيفط لي الدوية؟ الدرية غتجي غتلقاه هنا نصيفطو لك الدري بعدا تما يجيبك ليا، علاش نبركوك مع الدريات واخا غتضحكني ما تخلينيش نفسد، غنبقى نشوفك غنبقى نضحك ولكن غنبرك انا وياك غنزهيوها فابور. اه مزيان القضية هادي اخي الياس. ما تخلص سيري. ها العنب انا نوت لك العنب عاوتاني طبيعي. عالم اخر. ها انت علاش الناس كاينه في تطوان في اليخت كدور كتعوم وانت باش شنو غندير؟ انا بعيد على انا تنعوم فيه في البانيولو والبيمين دالما باه تاع لي. ولكن بان انت من واخا من واحد بلاصه بعيده وما معروف ما معروفاش والناس كتعيش وانت ما عايش، ولكن انت كتخرج الفن، انت كتخرج واحد الفن عندك من ديك منبع اللي انت فيها كتخرج لي فن زوين سنتيمونطال. يا صاحبي وانت اش ما عرفتش صاحبي السونتيمونتال هنايا، السونتيمونتال خرج من الخناطق عاد مشى للجزائر. شاب العربي هذاك في بوز فلو ما يعرفوش جواد، جواد واحد الدري حداك تما كيسكن حداك. ما عرفت شي واحد. شوف هاد النظار اللي شريتيه واش شريتيه من الحانوت ولا انت واقف ديال الشمس اوتوماتيك؟ لا لا شريت مع خويا من الحانوت من الهري. علاه 20 درهم 40 درهم واعرجا. شوف قدام الدراري، قدام الدراري واتسبني هذيك الدريه اللي كنتي تصاحبتي معاه في يوتيوب واش شيتي ليها؟ ما عرفتش. هاي لاس اش منها تقول لنا شحال واش دير لنا باش تربح وباكج ولا هكاك؟ لا ولا سيدي شوف حدايا لا فامي بدو السوجي تاعي نعاودلك لين نعاودلك. جي عندي جي عندي جي عندي جديد انا مرحبا بك، راه كلشي باغي يشوفك نضحكوا شويه. الياس الياس لي فان ديالتو حداره تبداو يسبوني في اللايف ديالي هذا معاهم الله يرحم والديه، تندير اللايف ديالي تبداو يسبوني. دراري ما تبقاو تسبوني انا الشاب العربي الله يرحم الوالدين، طلب منهم سماحة حتى طلب منهم حتى السماح. سمحوا لي بزاف انيا انا انيا راه تسبوني. واحد الله الشاب العربي كنت طلع شي في رمضان قليل فاش كنعقل على شي حاجه، وهذه عقلت عليها حيت كنت مريض بالمصران ومسخسخ ما فيا اليدوي، وانا نسمعك في واحد اللايف قلت لي داك الياس مسطك ياكل المعجون عنده الهبل وهذيك عقلت عليها. وانت قال الحاجه مزيان وتقص على الحاجه القبيحه. هاد انت دابا اش غدير من زوين؟ انت راه طوموبيل تسكت لي حداكم في الخنادق من قد فيها، اش من زوين غدير؟ وحنا قلنا لك ما تبقاش تخرج العيب مع الناس، الناس دابا راه الناس مخلطه غيقدروا دابا يسينياليوك الدراري. واش هذا عيركم فيت منو عيركم؟ كنتي عيرتي واش كاين باش بينك وبينهم؟ لا لي فان ديالك عزاز عليا هما تبداو يسبوني بزاف ديما تيسبوني واخا يسبوك ما يخليش يسبك. دابا راه عصبتيهم غيمشيو السيناريو كدابا يطيحوا لك فيسبوك دابا راه 5000 عندي اصاحبي طلب منهم السماح. الله يسامحهم سامح تاعي لا لا ما يقدروش عرفتي علاش عزيز عليهم بزاف واخا تيسبوني ما تخليوش يسبوني انا هذا ديالي صحيحه انت نهانيه كل ما سبوني انت خادات اللعيبه اللي حبيت. بغيت نسولك هذا السؤال، علاش تجبدوك بزاف في تجبدوك شي اشخاص بغا نقول الاسماء ديالهم وتنقول لهم الياس ما تزدوش عليه راه غيبو هادي راه هي قلبو كبير، علاش زعما؟ انت خويا الياس هذا عنده النفط وكيصاوب كلشي في الدوله ديالو وداروا لي بحال القدافي، شافوني انايا كنشكل عليهم خطر جاو بداو كيديروا هذا الشيء وهبيب كيقول لك هبيل. انا الهضره اللي كنقول واش الخير اللي مصرف فيك انا دراهم غيصرفوا بك شي واحد الشاب العربي في هاد الانترنت بلا كذوب دوي عليا حتى دابا. وي وي لا لا صراحه ديال الطرق قدام لي فان ديالك جلستي معايا مزيان نيت انت تطلع عند 300 الناس 400 نيت انت عندك 100 في انستغرام مثلا والله الا الناس نطلعوا اللايف نيت نبداو نتسبوا انا وياك نوصلوا اللايف ال1000 بالمعيار.
مازال عاقل. عزيز عليا خويا الشاب العربي، ولا والله ما نخلي اللي يضربك ولا نخلي شي واحد اللي يحك عليك، راك عزيز عليا والله الا عزيز عليا. الله يحفظك ايدك. والله ان شاء الله تنفعك عزيز. غادي نجي نشوف الياس، راني متابعك من زمان، غير هو الله يرحم الوالدين حاولت دير لايف ما تبقاش نصيحه مني. خاصك خصها هضره كاين اللي تتفرج حدا خوتو خواتاتو، انا متبعك فهمتي عزيز عليا، وانا كيما نعرف في نظري انا سي الياس، وقد ما غادي تسبني هانيا عندك نظره وحده كبيره على وحده فهمتي، عندك هادي راه تا البواقل عندي وحده كبيره على شوف شاب العربي ناخذ لك بي سي جيمر كيما دار طوطو البسيكوس، ناخذ لك بي سي جيمر وولي تستريمي من تما. لا 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 انا عندي بي سي ديل سميتو ديل واعر جا ديل ايميل ديل سميتو شي بحتو جيتي تفرج في اللايف هاي تلبح ما نساوش لك ما دايرش ابوني ما يمكنش كنت تلقى منه من البي سي. لا كنت طالع مع واحد البنت من الصبريون زوينه بزاف، غادي ان شاء الله نطلع اوروبا تماك. شوف الشي دابا هاد الزماكريات اللي كيجيو يصوروا معاك تيك توك وكيجيو يبروفيتيو فيك ومن لي زابوني، ملي تكون كتصور معاهم تتحطو تتبوس فهمتي، باش انت لما ربحتي والو تربح هادشي بوينتي مع راسك فهمتي، بوس على النب بحال اللي بصح عيش وسط هادشي عيش، انت دابا راه البرد وغيمشي وتغطى تنعيش انا غير في الاحلام، اذا الحلم بزاف وصافي صافي بروفيتي لو ماكسيموم. الياس تبارك الله عليك خويا، وشكرا على 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 الواجب اخويا شاب العربي، غندير معاك الواجب. خلي المهم عزيز وغالي، شوف شي واحد بغى يطلع طلع شي واحد. السلام عليكم شاب العربي خليني ندير معاك الواجب، خليني ندير معاك الواجب بعدا هذا الشهبط. دراري تابوناو مع الشاب العربي في يوتيوب، عطيهم النمره ديال التليفون ديالك الشاب العربي، عطيهم النمره ديال هادي صدعوني والله الا راه في اليوتيوب. شوف يدخل ديري الشاب العربي ما يغير تاج البيع يطلع له كل شيء جديد، يدخل يتابوناو يقولوا لي عندك عند الياس. شو على ماركتينغ الدراري قلت لي يقول لكم النمره، هو راه دايره في يوتيوب وبغاكم تشوفوا اليوتيوب باش تابوناو وتاخذوها، فهمتي الفكره؟ ولا وين تدخل الياس؟ شوف والله الا شحال من واحد من الفان ديالك بناتو دراري قالوا لي كنا حاضرين تنحدوك في اللايفات نتسنطنا الانغالي ديالك، عجبتينا بزاف في كومونت وركا، حنا جينا من عند الياس. لا تحدوني بزاف اخويا انت الله يسامحك، خليهم بغيت نتلقى معايا الفان ديالك فاس قنيطره متناس، تقول لي الياس دوي، تقول لي الياس اخونا وايلي نعاد بعد وين في الجبال. سونيتي ليا الشاب العربي، قالتي نهار سونيتي ليا كنتي في قنيطره، سونيتي ليا كانت لعبه المغرب والكونغو دقيقه 28 المغرب لاعب المغاربه في قهوه، شاب عربي فينا ما كيصوني ليا نقول لها مالو، قالتي الشاب العربي اين داوين الماتش ما دوزنا ولا دوزنا الديتريات في رمضان انا وياك مع ستيلا من الميتان انت تبارك الله والله يلا دابا هاد الفان اللي تتبعوك والله راه ضعيفين بالله، خص ليا يوصفهم عليك حيت واحد النهار بدا يبارطاجي. سير الشاب العربي سير الشاب تولي طايحة عليك ما تجيش ماشي طيب الشاب العربي سير نوض جمع الهيدورة وسير دخل راه يبدا يطيح داك الندى ديال الريف خايب والله تا ديال خايب ديال الخناطر يبدا يطيح من الشجرة داك الأكسجين وداك الشيء هز ماين تاكو سير الشاب العربي دخل هاي بقى الدراري غادي يخبروا البراش بسبابي والله غادي يبقى غادي هاي يبقى ملون والله ما يلا الله يخرج مع الهيدورة سير صاحبي انت بحال مارادونا داير ابيل فيديو من السبيطار مسخسخ تطلع الشاب داربي تقمعي انا راه نصنع منك هذاك التركي اللي كيضحك عليه اللي كيشبه ميسي، انا انت ما باغيكش تقول فنان باغي نصنع منك ساركازم نعصبوهم ونضحكوا عليه فهمتي، بحال هذاك التركي كيبقاو يديروا ايه هو كيدير وكيصوروا انا باغي ندير منك اوكي، وانت باغي تابع لي الفن وتابع لي التقحبين وسطيع الجعب وتتبع لي هذاك الهيت تولي طائره خاصه تجي تلاقى مع محمد رمضان تجي تلاقى معايا تمشي
والله حتى شي اللي باغي نسمع منك الشاب العام انا باغ بريفيون صوني 30 صوني لي دابا واش كيدير تراوي والله حتى ادمان هاد الاغنيات قسما بالله عمري ما شفتي ادمان شي ادمان صاحبي شي نيكوتين اللي ما كتقدرش تخلى عليه فين ما كتسمع ما كتش بغي تسمع سمعت كيف تجعل أبسط كي صاحبوا لي الاغنيه راه بصح اللي كاين مع بلال واش كاين اذان لا ما كاين لا اذان لا واش فهمتوا كي صاحبوا داك الفيت راه بصح بلال وبصح الله يستر غونزاليس تيمشي زوينه الدراري زوينه بالنسبه للاغنيه ولا سمعتي لها وانت لأنه كان رسم خلاف انتقال لأنه كان رسم خلاف انتقال قلتها لكم وسعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي كل الوفود كل وكل تدخل إلى خريطة الوطن فهمت الدراري وش فيت من شي واحد سمع القصة ولا تفرج فيها في المشكل ان شاء الله يفر ان شاء الله الدراري وغنعاود لكم على القصه هذه زوينه واللي سامع على الدراري غنعاود لكم بواحد فيرسون اخرى فهمتي ماشي بداك الشيء حيت هنا كاين شي الحقائق اللي ما تقالوش حقيقه ما تقالتش على شي دول اللي بلا ما نسميوها منهم السعوديه هما داروا دوله في بلاد الدوله داروا اسرائيل فهمتي في عوض يقولوا سعوديه قالوا اسرائيل يا ماشي اسرائيل السعوديه غنعاود لكم الدراري الحقائق